مرحبا الساع في حلقة جديدة من كرافت ذا وورد، اللعبة اللي ان شاء الله عليكم نشوف كومنت عليكم بوزيتيف كومنت عليها، شكلكم حبيتوا هاي السلسلة. فعسل نكملها، شوفوا استوى جيل هاي، خلينا نذبح كم حبة حسب اني من الريش يعقول ريش ترى فكر حقي بعد. مصادر اكل مستمرة، مصادر شغلات تفرق يعني في اللعبة وايد تفرق. يوم عندنا استمرارية في مصادرنا تحسونكم مرتاحين، والله تحسون بالراحة شوي، والله راحة فيها، راحة نفسية بعد، مش بس راحة عادية، لأن واحد ما يحاتي أكل ولا غيره ولا طبخ وتعال دور سماج، دور مدري شو، دور خربطان عندهم أكل. لا أتكلم عن الأكل، وآخر شيء مش حاط لهم أكل، أنا قمة الإجرام في حقهم. انزين واتبر هني نبى طحين يبقى الاجرين، الاجرين عندي كمية زيادة، مشكلة لازم اكثر شغلات معينة انا. انزين خلنا نسوي لنا خبز ابل باي فطيرة تفاح. عندي بيض، لا يا حبيبي، الحين فحم سوف طير، فطير 180 فطير يا طالم. انزل هل احط لهم صالون السمك ادري بيملون بس ما له، بس يعيبني صوت السمك، لازم ياكلون صالون السمك. انتم من اسمح لكم تبنوا قريب هنا اصلا، منو اعطاكم معلومه كم قوه يا سحاولوا يدمرون ممتلكاتي والله. العناخير الهايس اقول ذبحوا كامل هذا البيس ومسحوه مع الوجود، والله ما ربعي شاردين ربعي شو ايوه، شوفوا من الثقة حتى ما طالع فوق ساحب عليهم، عرفوا يدقونهم، مسحوهم على الوجود والله. رقد هني حبو، بوك يا ولد، وين رقدت انت؟ صحي سكران، شو سالفته هذا؟ صح انا مو حاط الا سرير، لا والله هو مسكين الصراحة، كسر خاطري. لا مش هني، ها 1 2 3 تحت هذا، وش طالع ديكور حلقة ثانية عمي ديكور. ولا اقول محتاجين نشتغل ديكور، لا محتاجين نشتغل ديكور. هالحلقة كنت مخطط كذا شغل انا، لكن بنشتغل شوية ديكور اليوم، الديكور الداخلي. نعم مصمم الديكور الداخلي خليل جيمنج. انزين بنحط ادران هني، بنحط الشغلات اللي سويناها حق الديكور، تذكرون يوم سوينا سامان حق الديكور؟ الحين وقتهم تحسون اوكي، هذا بعد دلع غير نمونه. اول شيء نسوي بدل الخلفيه، انا بتقبل الغنم كجزء من الديكور، ما عليه غطاك المفروض احطيه برا على فكره، والله غطان شوي. لحظة ريبريس رير بلوكس، الأول ما نزلت اللعبة كان لازم نسوي حبة، ما كان يستوي هالشغلة هاي، ما تستوي. شوف ريبليس رير ايرث، ريبليس ايرث لازم اوصل هذا للباب. ريبليس رير ايرث خلص الطوابق عندي، بس اظني اروم اسوي زيادة، بحتاج طوابق قد ما اقدر، بحتاج وايد تفرق طوابق، يفرق وايد. انا ذبحت توه، انزين هم عقوق قهني زين، حد يشله يعني، ممكن تكرمتوا علينا اساس الناس تاكل، نبي نحط لهم اكل.
والله صدق صدق، ما حتى الناس تاكل ويسوي هذا. زين الحين ديكور الداخلي، انا ابغى وش المكتبه، وين شلفت كابينت. اوكي حطي لهم كبتات، كبتات تكون شوي مشتركه، هاي كل اثنين كل طابق بيحصلوا لهم كبت واحد كلهم. هذا قسم اليسار، هذا قسم ما اقدر احطيها هنا، مسافات قريبة اذا السالفة كثير مو بحطيها الصوب. هذا اللي يقدرون يحصلونهم، مش واحد اثنين ثلاثة، لا عدتي غير هنا كانت. زين عندنا بسوي بيبان اذا السالفة كذي. سوري باب، ابغى اسوي هني بيبان. لحظة، باب باب باب، اين انت يا باب؟ خلونا يدخلون علي المخلوقات وخربطان وما اعرف شو. ما نبغى خربطان كله عندنا في البيس، فلازم شوي نشتغل على الديكور الداخلي. يمكن مو بديكور شامل شامل، لكن بغطي شغلات اساسيه قد ما اقدر، على اساس مستوى راح يزيد شوي، عقل نحن ينزل ما يزيد. نحن ما فتحنا الايرون هاتش، ايرون دور لايرون هاتش بعد بيجي الهاتش اللي هو هذا بعده، كنت في مرحلة ما وين، هذا هو بعدنا. عندي أبخاخ وخرطان مباهم، نبا أوكي هاي، مش متأكد إذا بغيرهم الصراحة، بس هاي حلو ترى على فكرة قدام ال، بس نايس قدام الحصان، مش غلط اذا واحد يسويه هنا انت من صدق. لكن كديكور انا مش احسن واحد في الديكور، لكن كمسألة نسبية اتصور بيكون شي زين. صح ابو ستيل، هاي فسوالف هنا، اوكي فسوالف هنا زين. غنفة، لا بوك، لا يقرون كتب، ما يستوي زحمة. المكتبة ما يكون كل مكان مكتبة، سوي هني مكتبة، كل المكتبة هني، وجنب المكتبة حطينا غنفة. شوفوا وودن تيبل هني في الوسط، نسوي لها يا جماعة كرسيين، بدون تشير بك تشير، لا لا نسوي لها تشير بس، نسوي لها كراسي اصلا سوى لي اربع بالغلط. اوكي نسوي كراسي حقها وكرسي هني بداية المكتبة حد بيجلس، و ممكن حد بيجلس يسولف مع البت هني، ولا حق الاكل، حق الاكل زين. نحط اي شغلات خفيفة لذيذة يعني مهضومة في النص، المكان يكون شكله اكثر كسكن مش كجحر. الحين والله لنا جحر، واحد يدخل باب الغرفة هني يحصل مراية هنا ما يستوي لان الارتفاع مختلف، واحد يدخل هني يحصل له مراية يطالعها، مكتبة مراية، يدخل الغرفة هني مرايا. شوفوا يعدل عمره شوي، يكشخ الغترة، هذا السوالف الراس الدوار، فهذا بعد تعرفه في الغترة. المهم هاي الأمور الطيبة، هاي شوفوا كيف يقص الخشب الحين، شوفوا يا الله فنان. زين وين حديد كان؟ خلنا نسير صوبه، أبو حديد هني شي حديد، لحظة لا مو بربليس، بلد بلوكس، خيطة سيدة، خيطة سيدة أقول، سوي واحد اثنين هاش اللعنة، هاي جاهز.
زين، يعني الشغلات الخفيفة هاي اللي تخلي المكان شوي، أنا الحين شوي الديكور داخلي ما بسوي يعني أحلى بيت في العالم الحين، أنا فاللمس هاي بالي موارد وايد، لكن هاي خلف المراية أظن بتكون وايد حلوة، هاي وايد حلوة أظن بتكون خلف المراية، تي لمسة جميلة تكون. أنا أشوف هي فيري نايس، شوفوا فيري نايس. والله فيري نايس هاي، كنت مروح هذا نبغى نوصل للحديد اللي هني، فيري نايس هاي. انزين ابى ابدل تحت هاي لان اول شيء تخيلت للحظة انه ما في رير بلوكس، ما اعرف ليش فزخت. انزين نشيل الحديد اللي هني، طبعا بسوي فيه معدات، كله معدات الحين، عقب المعدات واخلص على الاقل يكون على الاقل ثلاث ارباع يكون عندهم معدات حديد ولا ستيل ولا اقول لا، هي على الاقل ثلاث ارباع صحيح. انا الصراحة المفروض ما اسوي الاكس، العكس يكفيها من اللي قبله الايرون بكاس، بس استعجلت انا مال الشير، ما نقص شير وايد الحين خلاص. خلينا ننزل تحت ما يصير فوق، انا سويت لك سرير ترى، ليش مريحني؟ وفي شغل وايد اصلا ما حد قاعد يشتغله، استهبال الدوارفس. ترى الدوارف مصيبة، ترى شنو عينكم عنهم عادي يرقدون، ما عندهم مشكلة الهروم والله. زين نرجع للديكور، كان كنت مسوي شغلات حق دار، شغلات حق ارض، انا شو متأكد. ما كان عندي مسوي انا مال يلد وهالسوالف، مسوي ايه ما مسوي ايرون، خليه يولي اوكي كرسبو، يمكن شي هني اوكي. ايوه هذا اليلد مثلا، اليلد هني فنان، يوم يدخل يحس عمر قوب، يكون واحد هني واحد هني فوق الأكل، يكون وايد حلو وايد فنان. زين خلينا نحط لهم أبل باي، دام سوينا أبل باي ما شاء الله وايد ياكلون هالأيام. أشوف وش سالفتهم كرافت ستيل بوكاكس، هذا 10 رسميين، مسوي 11، فبسوي رقم 11 الحين بعد شوية. شوفوا شوفوا مستوى الراحة قام يزيد، استوي أفضل أفضل أفضل، يحسنهم عايشين مكان مش مقلوعين، والله صدق يحسن عمرهم مقلوعين، ما عندهم شيء، ما مسوين شيء، شو السالفة، يقولون كيف عايشين نحن، يتسألوا عن جميع قرارات حياتهم. أما الورد لازم هني عند التريننج دم، لا يخس عند التريننج دم ورد ورا السرير هذا، انا لو اعرف ان البنات يرقدون بيحطوا والله وراهم ورد، الورد للورد يقول لك ورا هالسرير، اه ورا صندوق، لا زين صندوق حلو ترى، حطي لهم ورد، هاي حاسه لهم شيء يعني شيء شيء يحسون انهم عايشين. اول لهم شوفوا بدل الليت هذا احنا حاطينه تورتش، رموف تورتش، رموف تورتش، رموف تورتش، شوف رموف رموف هاكل ها، شوف ها سكن الحين عايشين على تورتش،
واحد اثنين ثلاث ليتات لامب اسمه لامب لمبة يعني عند لمب تورش شوف شوف الفرق انت شوف الفرق شوف الفرق بس شكل بس هذا كله عبارة تصنيع بل واحد يجيب ترى في وايد شغلات حق الديكور هني بس انا ما قاعد اصنعهم كنت بصنعهم كلهم بس يبالهم موارد وهذا انا افكر اكثر في الضرابه عرفت علي هذا 11 استوى في الدرب اوكي صار الموضوع عباره تكتيك يعني قام يتحول شوي شوي للبيت قام يتحول شوي شوي للبيت ما عاد مزرعه الخرفان اللي في نص البيت والله يا بلي يجي انا بحصل لها حل يوم من ماها انا بحصل لها حل ومزي خلفني بالناقرين لا خلنا نزرع لحظة الموت خلنا نضاعف انتاجهم شوي بس يحبون ياكلونهم بالصراحة ديكور اساسي يعني مش ديكور انا مسوي بس انه قام يتحول لبيت يعني وشل البلوك اليمين يسار شلها سوالف يعني نبدا نحس انه قام يستوي شوي 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 شو لحظة قام يستوي شوي شوي بيت يعني بدل ما هو شوف الرست تجيب 70% على فكرة يفرق وياه الرست تفرق كم بيرتاح كم هذا كم بيرد يعبي طاقة يعني ايش اسمه يعني تفرق وايد وايد تفرق انا اقول لكم صدقوني تفرق وايد شو السالفه هنا في حط طلع عندي شيء ما له داعي لا هذا حديد هني يبنى في حديد غير بعد في حديد هني اوكي يلا نبغى نحفر هني نحطي الدري نايس عندي ارشر بوك هذا شيء اكيد بحتاجه مرحلة من المراحل زين اسوي دري اساس على اساس لا على اساس يقدرون شو يطلعون ينزلون راحتهم شوي ما يمسكون اخر الدنيا بس عشان يركبون ينزلون لا يمديهم يعني احط هاي عند الدري كلهم يستعملونه عند الدري اريح ذا طريقين يعني زين كرافت محتاج عندنا 11 واحد ما نبغى الحين اللي بنسويه بنزيد انتاجيتهم في هذا اي واحد جديد يجي الحين بعطيه ستيل ايرون خلاص ايرون كفايه ترى حاليا الحين لازم نبدا ننتج اسلحه اساس يصير ضرب الوحش شوفوا شوفوا كل الستيل الحين يستوي الحفر الصحيح تعالوا تعالوا احفروا 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 شفت احنا الحين اوكي كملنا هذا والديكور بنسويها هاي العقب الحين نبغى نبني بحديد انزين نبغى إنارة نبغى إنارة من الخاطر والله هل إنارة
هذا ما عاد تكفي. زين شلو هذا. ما طايق ايش اللون هذا بس. سمثينج. ابى حد يشيل هذا. يا عرب. اين انتم؟ تستهبلون على اخلاقي؟ حق لكم بتشلون الحين. ايوه تعال. خلنا نذبح هذا. شو خايف منه؟ شو خايف منه؟ دقه عين اقول لك. انا خايف يشرد. دق عين الخايس بعد خايف منه يقول والله ما نبغى نحفر هذا احفر بس خط سيده بس ابى حبه تايرن هني والله خوافين طلعوا دورفس خوافين من الدرجه الاولى بعد هني شوفي لا هني حفرة عادي شلوا هذا شلوا هذا شلوا هذا اوكي ما عندنا تاك تشل مالي والله كفو عليه الصراحة سحرة البيت ما خليهم يدخلون حيوانات مع ان حاط لي تو تورتش انا ليش؟ زين. مع انه عمليا هو حيوان يعني بس يلا. زين هني شوفي عندنا سيلفر 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 ايرون. ما تعب عندنا ايرون هني في ايرون ورا. بس كم ايرون عندي؟ خلنا نشوف. كم ستيل اقدر اسوي؟ ولا كم ايرون؟ والله اقدر اسوي 30 حبيبي. 30 معناه روم انتج ثمانية كم نحن اثنين ارشر اثنين ميجز منتج يعني ست سبعة عندنا انتجنا هذا خلاص ماجيك سفير هاترين جزر ها تدريب هدف تدريب هذا فايربول عندنا دميز بنسوي شوي اوكي ممتاز المهم هذا كان وقتنا الحلقه بالنسبه للديكور الداخلي وسوينا الديكور الداخلي واتمنى تكون للحين السلسله ماشيه عجبتكم نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.